ألف سردة وسردة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا هردبشت. مين حياة؟ لم أتصور نفسي قاتلا في يوم من الأيام، لا أتمتع بغريزة القتل، رغم أنني أعرف أناسا يتمتعون بهذه الغريزة، فمن الصيادين الذين يجوبون البراري مطاردين الفرائس من الطيور والخنازير والأرانب والغزلان، إلى المتربصين لساعات وساعات بالأسماك النهرية والبحرية، عداك عن مفجري الديناميت في المياه الذين يمزجون غريزة القتل بغريزة الربح السريع، وصولا إلى قتلة البشر من الأقوياء المتشنجين المهزوزين. دون أن أنسى ذلك الشخص القروي في بلادي الذي فاز ببطاقة يا نصيب فمارس كل الملذات الشخصية التي يدركها حسه وخياله، فتزوج فوق مرته دافع عن المهر الغالي واشترى سيارة بيكاب طبعا، ثم قتل شخصا خلال مشاجرة عابرة ودفع ديته، وبعد ذلك جلس مرتاحا فلقد حقق كل رغباته الدفينة. أما أنا فذات يوم ما قبل الميلاد أنزلت الأباجور تبع غرفة النوم دون أن أنتبه إلى الستاتية التي تجلس على بيضة منذ فترة على بلكون الصغير أو حافة نافذتي، والستاتية هي نوع من الحمام يعيش في حارات دمشق وشوارعها. والمهم أنه استيقظت صباحا يا معلم فوجدتني قد قتلت الفرخ الذي كان في البيضة. كان المشهد مؤلما، الستاتية جالسة وهي حزينة بينما البيضة مكسورة بجانبها. بكيت ربما لأغسل ذنبي لكنني لم أرتاح، عدت أراقب الستاتية بألم. فتحت النافذة لأضمها وأعتذر منها وأنا في قمة الضيق الشعري، فطارت. بس المفاجأة أنها كانت ترقد على بيضة أخرى. عاد السرور إلى قلبي الرقيق وتغلغلت في أوصال السلوى. الحياة بالنسبة لهذه الأم تستمر، والأمل ما زال تحت ريشها الناعم. كذلك فكرت فوضعت متحمسا حفنة من البرغل بالشعيرية على النافذة الأخرى منقوعة بالماء والأفكار، وعدت أراقب. عادت الستاتية، بحثت عن بيضتها ثم رقدت عليها من جديد، وعدت إلى اللابتوب لأغسل ذنوبي بشكل شعري كما أفعل عادة كل صباح. لا قيمة للجريمة إذا لم نمحيها بفعل خلاق، لا قيمة للخطيئة إذا لم نحصل على الغفران. وأعجبت بنفسي على هذا الكلام، لكن كان للمدام الستاتية رأي آخر، فلقد بدأت بمعاقبتي مع جوزة المحترم. وكيف عاقبتني؟ فإليكم قبل ذلك هذه المعلومة التي زودتني بها صديقتي الأجنبية الفهمانة بالضرورة، وهي أنه المدام الستاتية بتقعد على البيضة بالليل وجوزة بيقعد على البيضة بالنهار، وهذا دليل على أنه مدامته للمسيو شريفة ما بتشتغل بالهشك بالشك بالليل، فهي تعمل في النهار خياطة ربما، وهو يعمل في الليل شوفير تاكسي. بس لونه بني مو أصفر، لو كان لونه أصفر لكان زهزه الجو شوي، وخاصة إذا ضوى اللمبة براسه، لكن مو بإيده، لونه بني كاحت وما بيلفت الأنظار. يعني لو كان بني صريح جاي على طقم سافاري مثل أزياء القيادة القطرية لحزب البعث كان ساعتها بيلفت الرقاب مو بس الأنظار. المهم ما لكم بهالكلام. فبعد أن عرفنا هذه المعلومات صار السيناريو بده يتغير، وصار أنه من أتى صباحا وتفحص المكان ولمس البيضة المكسورة بمنقاره كان المسيو مو المدام، وبعد ذلك جلس قليلا على البيضة المتبقية ثم لحق بالمدام على ورشة الخياطة ليتضامن معها في هجتها عن عش الأولاد، ولما عرف فوق ما عرف بالمصاب عزف عن الرقاد، هج كمان مع المدام، وظلت البيضة الناجية وحيدة في وجه الغربان والعصافير والهواء. واعتصر قلبي الشعري العذاب على هذا العقاب، وصار صحن البرغل على حافة الشباك عبث وماله طعمة وبلا جدوى. وجلدت نفسي بقليل من الهراء قائلا: من أين أتيت أيها الإنسان؟ أتيت من وسط زحام، قتلت هذا وصرعت ذاك، وأنت ما زلت نطفة عمياء، وعندما قدمت إلى الحياة غسلوا عن جسدك الذنب بالماء ومسحوا بالزيت خطاياك، ولما رحلت عادوا وغسلوك بذات الماء، عادوا إلى جسدك الراحل ذاكرة الحياة، فكل الرجاء عند البشر أن يتذكر الموتى الحياة. حياة؟ مين حياة؟ هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.